مساكم الله بخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة ومتجددة من برنامج Muscles Rebuilding. حلقة اليوم راح نتكلم فيها عن عضلات جديدة، لكن شلون طريقة التمرين لهذه العضلات؟ كل هذا وأكثر راح نتعرف عليه من سياق حلقة اليوم مع الكابتن علي الدريع. خلكم ويانا لا تروحوا بعيد. يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. ان شاء الله اليوم راح اتكلم تمرين عضلات الظهر. عندنا الجهاز، هذا الجهاز راح اتمرن فيه عضلات الظهر. شنو اسم العضله؟ اسم العضله احنا نسميها بالعاميه البيطان، لكن اسمها باللغه العربيه العضلات المستديره. في عندنا عضلات مستديره ثنتين، في عضله مستديره كبيره وفي عضله مستديره صغيره. العضلة المستديرة الكبيرة تكون هنا، هذه عضلة مستديرة الكبيرة. في عضلة ثانية تكون فوقها، هذه هنا العضلة المستديرة الصغيرة. وعندنا هنا عضلة الظهر الكبيرة، هذه عضلة الظهر. بهذا التمرين أنا راح أتمرن عضلة المستديرة الكبيرة وعضلة الظهر، عضلة المستديرة الكبيرة وعضلة الظهر. أكبر عضلة بالظهر هي عضلة الظهر. عدد الجولات راح اتمرن 4 جولات، لكن اول جوله ابيها تكون تسخين، ما تكون وزن عالي، لا الوزن يكون يعني خفيف بين متوسط، اسخن العضله. بعدها ابلش التمرين التكرار 10، يكون من 10 الى 15 ممكن يكون كافي. راح ابلش التمرين، راح امسك الجهاز في القبضه عكس، ما راح امسك بهالطريقه، راح امسك عكس. اذا مسكت بهالطريقه ممكن اشغل عضلات ثانيه، لكن انا ابي اشغل عضله المستديره الكبيره وعضله الظهر، راح امسك عكس بهالطريقه، راح امسكها. راح اسحب، اثبت، اصعد شوي شوي، نزول صعود، الانبساط، اسحب انقباض كامل، أشد الظهر، أحس إني بالعضلات الظهر المستديرة مع الظهر كبيرة. أصعد شوي شوي، أنا أتحكم دائما، أنا أتحكم بالوزن وأنا أتحكم بالجهاز. هي اسم اللعبة، لعبة المقاومة، إني أنا أقاوم الوزن. أسحب، أثبت، أصعد شوي شوي، أسحب انقباض، انبساط. حتى إذا كان تسخين ممكن تكون مركز، ما يكون تسخين بشكل عشوائي عشان تكون انت مستفيد من التسخين. الجهاز ممكن يكون في عندنا طريقة كذا طريقة. إذا كان الشخص ممكن أطول ممكن يلعب بالكرسي، الكرسي يكون ممكن للأسفل أكثر، لكن هذا الجهاز ما راح إحنا نقدر نتحكم بالكرسي، لكن فقط نتحكم بهذا. في موضوع ثاني، إذا كان الشخص عريض أو ذراعه طويل أكثر ممكن ما يمسكه هنا، ممكن يحتاج إنه يمسكه أوسع عشان يشغل العضلة، لأن إذا كان الشخص عريض أكثر أو أطول ممكن يكون ظهره مختلف، فممكن بهالطريقة ما يحس بالعضلة المستديرة والظهر، ممكن يحتاج إنه يوسع إيده أكثر. فأنت هني أنت لازم تجرب بس أعرف أنا شنو قاعد أشتغل بالضبط. بتمرن الحين، بزيد الوزن شوية، مثل ما قلنا امسك القبضة عكس، اسحب انقباض كامل، اصعد شوي شوي، انبساط، انقباض، انبساط، تكرار 10،
ممكن تحتاج تلبس الدس عشان ممكن ايدك لا تزلق، لان الحديد هذا ممكن مع جسمك يكون رطوبه ممكن تزلق ايدك، ما تحس في تحكم اكثر. ممكن الجلافز يساعدك اكثر حق السحب. عندنا في موضوع ثاني بعد يكون القبضه، ممكن في شخص يتمرن بهالطريقه وهو مو غلط، هذه طريقه مو غلط، لكن انا بشغل العضلات المستديره الكبيره وعضلات الظهر، فاحتاج اني امسكها في القبضه عكس واكون انا حسب جسمي. انا اذا كنت انا عريض اكثر اطول ممكن احتاج اني انا اوسع ايدي اكثر، لكن انت هني لازم تجرب تعرف انت شنو قاعد تلعب بالضبط على الجهاز، وزاد انه قاعد تشغل العضله الفلانيه. الحين راح ابدي ازيد بعد وزن. جوله ثالثه. صب. صب. انقباض كامل. انبساط كامل. في عندنا هم في طريقة ثانية اللي ممكن ان تشغل لنا العضلة اكثر، عضلات الظهر تكون اكثر. وانت تتمرن واحنا نتمرن عضلات الظهر، حاول ان انت تتحكم بالشهيق والزفير، هذا شيء مهم مع كل العضلات مو بس العضلات الظهر، لكن في عضلات الظهر راح تستفيد اكثر اذا انت تحكمت بالشهيق والزفير. واذا كنت انت تلعب معدة ممكن العضلات المعدة هم راح تساعدك حق تقوية العضلة. آخر جولة راح أدخل. انضباط. انبساط. كذي احنا نكون خلصنا، انتهينا من الحلقة. ان شاء الله تعجبكم الحلقة، تشوفونا في حلقات قادمة ان شاء الله. بشذي أعزائي المشاهدين نكون وصلنا وياكم لقفال حلقة اليوم، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم باكر مع عضلات جديدة وتمارين أجدد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.